كنت رايحه اعمل ضوافري، ماما قررت تيجي معايا ونقيت لها انها تعمل اللون ده. ودي قلديني كده كل عام. انا قلوده. كنت قاعده زهقانه وكان لازم اقعد ارخم عليها. يعني دي كان شكل ضوافرها في الاخر، وطبعا يا جماعه ذوقي تحفه. يجي الدور على ضوافري انا بقى. طبعا ضوافري بتاخد وقت اطول عشان انا بطولها. كنت حاسه هنا ان ضوافري لابسه طاقيه ولا اسمها كوز معرفش. نبرد نبرد نبرد، وبصوا يا جماعه كان شكلها حلو قوي في الاخر. كان لازم بقى انقي ديزاين اعمله عليها. نقيت الديزاين ده وما نشوف بقى في الاخر هيطلع شبهه ولا لا. ونبتدي الرسم. خلصت الديزاين طلع شبه الصوره بالظبط يا جماعه، وكان عاجبني قوي قوي قوي.